عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي مطبخ عالم ام مسك. اقتراحي اليوم ان شاء الله يكون الطريقه ديالي كيفاش كندير السردين كفته مع دابا هاد تبارك الله. هذا هو الموسم ديال الحوت كما كتشوفوه، ها انتم شفتوا تبارك الله كيفاش داير. يعني دابا الواحد يستغلوا اقصى ما يمكن، لان كما كنعرفوا فيه الفيتامينات بزاف وفيه الاوميغا 3، خصوصا الاوميغا 3 اللي كنلقاوها في الحوت. يعني علاش لا نستغلوه؟ ديك المره درت معكم واحد الفيديو كيفاش كنشويوه، يعني كنلقى صعوبه باش ناكلوا البناتي بديك الطريقه. بغيت نقترح معكم الطريقه الاخرى اللي كنديرها للسردين المشوي باش كياكلوه الدراري الصغار كما كان غياكلوه الدراري الصغار. يعني هي غنضو كفته عاد نشوي. كنتمنى ان الطريقه البسيطه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو، غنحتاجو هنا عندي واحد كيلو ونص ديال السردين، انا غنغسلو ونقيه ونوريكم كيفاش كنديرو باش كنرجعو كفته. عندي هنا غنحتاج معاه الشامولة د الحوت، الملحه، الفلفله حمراء، الكمون، شويه السودانيه، واحد نص حامضه، جوج دريسات ديال الثومه، واحد شويه ديال الشحمه ديال الكلوه. عندي ديجا مقاداهم صايبه في الكونجيلاتور، ملي كنحتاجو كتعطي واحد الطعم زوين بزاف، وخصوصا حتى الحامض. وغنحتاج معاه شويه ديال القزبر، غير مع كامل الاسف انا القزبر عندي في الكونجيلاتور ولا جبتو حطيتو هنايا، راه كتعرفوا اللون ديالو كيتبدل. يعني حتى غنجي ندق معكم العطريه عاد غنجبدو ان شاء الله. خليكم معايا غنمشي نغسل السردين ونرجعو نتلاقاو ان شاء الله. اخواتي، بعد ما غسلنا الحوت وزولنا له القشره اللي على برا والسنسول ديالو، واكيد ملي كنزولوا له الراس والسنسول راه كنعاودوش نغسلوه باش كيبقى السردين محافظ على القيمه الغذائيه ديالو. فهاد الاثناء غناخذ داك القراده اللي كنقردو عليها، وغناخذ القطعه اللي كنقطعو عليها اللي كنقطعو بها القزبر ومعدنوس. اكيد هادي هي المسانده الرسمي ديالي فهاد الوجبه هادي، لانها كتنفعني صراحه بزاف. ها نتوما كتشاهدوا كنقطعوا بحال اللي كنقطعوا به بهالطريقه هذه، كنضمنوا ان دغيا دغيا كنوجدوا الحوت ديالنا شحال ما كانت الكميه ديالو، وانه ما كيرجع لناش مدعوق وما كيتلقناش داك الماء اللي كيتلقى السردين كفته ملي كنطحنوه بالاله الكهربائيه. ها نتوما كتشاهدوا انا غنستمر بهالطريقه هذه تنكمل الكميه اللي عندي كامله. ها نتوما شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، وما كيجيش مدعوق بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما كملنا التقطاع ديال الحوت ديال السردين. يمكن لكم هنا تكتفيو غير بالملح والبزار والحامض والثومه فقط وشويه ديال الزعتر، وراه كيجي لذيذ بزاف. ولا ديروا الشامولة ديال الحوت بحال اللي غندير انا، وصدقوني راه بهالطريقه غيجيكم لذيذ والاطفال ديالكم غادي ياكلوه ان شاء الله بدون تردد غادي ياكلوه. هنا كنعصر داك نص حامضه، واللي ما عندوش الحامض يمكن له يدير غير الماء ديال الحامض مصيف كما قلت لكم سابقا. وانا القشور ديال الحامض ما كنرميهمش، كنجمعهم وكنحطهم في الكونجيلاتور، ومني كنجيب الدجاج كنغسلو كندير له الملح والسكينجبير كندير معهم هاد القشيرات الحامض هادو. دابا غنضيف الثومه ومن بعد غنحك غنضرب الشرموله ديالنا مزيان، لان صراحه صدقوني كما قلت لكم ديك المره راه ان الشرموله اللي مدقوقه في المهراز على عكس الشرموله اللي غتشديها وغتكبيها فوق الحوت هكاك وتخلطي، سبحان الله تعلقه. واكيد غادي نذوقوا باش نشوفوا الملحه واش هي هذيك ولا نزيدو. دابا غنزيد داك شويه ديال الشحمه ديال الكلوه، وهاد الكويرات اللي غندير ديال الكفته ديال الحوت يمكن لكم تقليهم، رغم انني ما كنحبدهاش حيت غيهزو الزيت بزاف، وهذا واخا ما كيهزوش بزاف ولكن ما صالحينش. يمكن لكم دهنوهم شويه زبيده بلديه ودفعوهم الفران، اولا ما معكازاش وعندك الكانة وعندك الخاطر ديري الفخر بحالي وطلعي شويهم سواء في السطاح سواء في الدار ديالك. دابا غنضيف داك الشرموله على الحوت ونخليه واحد ساعه المكانه على الاقل باش يتشرب لنا ديك الشرموله، وغنديروا دوي وراد الكفته ونديروا في الشوايه ان شاء الله. تلاقاو معايا من بعد ما نشويه ان شاء الله يا ربي. اخواتي
هذا هو الشكل ديال الكفته من بعد ما تشوات. كنتمنى ان الفكره اللي اقترحت عليكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم، راه فكره بسيطه وصدقوني الاولاد ديالكم راه غيحبوها بزاف هذه الكفته. ما بقى لي الا نقول لكم اللي عجبوا الفيديو ما ينسينش من اللايك ومن التعليق، واللي كيزور قناتي لاول مره ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. وهذا هو المجمع العجيب ديالنا. ما بقى لي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.